تتوقع وقوع القطبين في معا في مجموعة واحدة؟ ولو حدث ده هيكون مفيد ليهم ولا هيضر واحد منهم؟ والله بداية عايز أقول إن الأهلي تصنيف أول والزمالك تصنيف تاني، أي. فأمر طبيعي إن وارد جدا إنهم يتقابلوا في مجموعة واحدة. لكن القرعة إن شاء الله تتعمل في شهر نوفمبر قبل كأس العالم، على اعتبار ان ملحق الكونفدراليه يخلص في من 2 ل 9 نوفمبر، فبالتالي يبداوا يعملوا دوري مجموعات بشكل كبير جدا. تصنيف الاهلي تصنيف اول، تصنيف الزمالك تصنيف ثاني، وارد جدا انهم يتقابلوا مع بعض في مجموعه واحده، ووارد ما يتقابلوش مع بعض في مجموعه واحده. كل ده بتخضع لاجراءات القرعه. لو هم مع بعض او هم مش مع بعض، هو لصالح الكرة المصرية بشكل كبير. هو من المنطقي ان الاول والتاني بيصعدوا، فبالتالي الصعود مضمون، لكن تتبقى المنافسة الحقيقية على اللقب. مين يقدر يكمل في صراع اللقب؟ مين يقدر ينافس على الفوز بيه؟ خصوصا ان انا عندي شمال افريقيا برضو بدأوا يدخلوا في المنافسة بشكل شديد جدا. اعتقد ان الصفقات اللي عندنا والدروس المستفاده من الماضي هتخلينا نقدر نركز. اذا كنا هننافس مبكرا، هنلعب على ده بشكل فيه اريحيه، خصوصا ان دي لاول مره هنعود للنظام القديم، ان مباراه النهائي هتبقى ذهاب واياب، مش هتبقى مباراه واحده فصل. فده كله بيدي فرص كتيرة للأهلي والزمالك انهم بينافسوا على افريقيا بشكل كبير جدا. شايف كمان ان ده مؤشر لمنتخب مصر، لان القوام الاساسي بيبقى من الفريقين، فامر طبيعي ان لو الاثنين بينافسوا بشكل قوي فعندنا منتخب مصر بشكل قوي. فالكرة المصرية هي المستفيدة بشكل كبير جدا وجود الأهلي والزمالك في المنافسة الأفريقية بشكل مباشر، لأن النتاج في أفريقيا يختلف عن النتاج في الدوري. لما في الدوري خلاص احنا ممكن بخسر من أقل الفرق، ممكن تبقى فرق صعبة وبخسر منها، لكن في أفريقيا أنا مطالب إن أنا أكسب بشكل مباشر. الاحتكاك مختلف، الطموح مختلف برضو، لأن أكيد. كل الفرق اللي هتشارك في دور 16 بتبحث عن هدف التأهل. صحيح أن مش كله هيتأهل، لكن في النهاية عنده طموح التأهل، عنده فرصة التأهل، فبالتالي المنافسة بتبقى قوية فيها. فمن هنا بنشوف كرة أفضل. كنا نتمنى أن كمان يبقى الدوري المحلي يعني إيه أكبر دافع لأفريقيا، خصوصا أن النهاردة عندي أهلي وزمالك بيلعبوا في دوري الأبطال، عندي بيراميدز وفيتشر بيلعبوا في الكونفدرالية، فأمر طبيعي إن أنا يبقى عندي باور للكرة المصرية بشكل كبير. مش قلقان إن الأهلي والزمالك يبقوا في مجموعة واحدة، بالعكس يعني لو تصادف وقعوا في مجموعة واحدة شايف إن ده راجع للكرة المصرية، في استفادة للكرة المصرية. لو مش في مجموعة واحدة برضه في استفادة للكرة المصرية. استفادة من ناحية إيه مثلا؟ استفاده من التواجد، يعني الفرقتين هيبقوا متواجدين ونضمن ان هم لو مجموعه واحده يبقى هيقابلوا بعض في النهائي. خلاص يعني انا مستفيد ان انا هبقى النهائي ممكن يبقى عندي في النهايه، فده برضو في افضليه ان الاثنين يبقوا في مجموعه واحده. فده بيديني باور ان انا ابقى مسيطر، او ارجع اقول ان انا سيطرت على القاره الافريقيه تاني من خلال الانديه. أنا لسه ما وصلتش للسيطرة على الكرة الأفريقية من خلال المنتخبات. فعشان أوصل للمنتخبات لازم أخدها الأول في الأندية، الاستحواذ في الأندية وبعدين أقدر أستحوذ في المنتخبات. عشان نقدر نحقق ده لازم منافسة قوية جدا. الفرقتين بيدعموا صفوفهم بشكل كبير جدا. صحيح. الزمالك عامل صفقات كتيرة. دي عايزين نتكلم أنا وعن التدعيمات كمان. الأهلي عامل صفقات قليلة. بيأمل ان هو يزودها في يناير الجاي ان شاء الله، فترة انتقالات شتوية. الفرقتين بيلعبوا بعض بالتدعيمات بشكل كبير جدا.